هذيك الحادثه القطار اللي كانت وقعت في بوقنادل، يعني تاسفنا بزاف حيت خدمنا حنا في داك الحادث، كنا في داك النهار خدامين حنا ستاجير ديزاين فيرميي بوليفالون، خدمنا والناس مساكن تأزمنا بزاف الصراحه، بقاو فينا العائلات، بقاو فينا كتشوف خوك المسلم يعني تعذب ديك الحادثه، يعني بزاف الحوايج وقعوا. هذيك هي الحادثه الوحيده اللي عمرني غادي نساها في حياتي، جامي عمرني نساها جامي. القصه ديال البنت اللي قالوا انها تغتصبت وشمولها، ولان الناس خداو معها تضامن كبير وعلى اساس انه اللفت اللي وقع ليها صحيح، افخي غيبان انها غير كانت كتكذب وبزاف الحوايج، ما فهمتش علاش، واش الاثاره الانتباه ولا باش تبين انها ضعيفه، ما عرفتش شنو السبب الرئيسي. سعيد شوافات فسلا اخر حدث ديال المقتل ديال سائحتين، هذا كيدل على مشاكل اللي كنعيشوها دائما في المجتمع ديالنا. يقدر حيت وقعت سائحتين دار الضجه، ولكن لو وقع شخص مغربي مواطن يقدر ما يكونش وقع داك التعاون ديال الناس معاهم. وانا هذيك الساعه اللي تزاد دابا اللي داروها، انا ما درسوا ما تشاوروا مع حد، ما شافوا السلبيات. ساعه درونجاتنا درونجات ولادنا، توقيت ما بقاش بقيت دابا الدراري تبارك الله ولا كيخرجوا لنا مع في الظلام، ما بقاش يخرجوا في ضد الله. عندك هاد البرلمانيين حتى هما ما شفنا منهم والو، ما شفنا غير داك الشيء راجع للور، ما غاديش شي حاجه تبغيونا نشوفوها. كان كاين داك القرار حتى هو ديال التجنيد الاجباري، هو انه يبقى يتابعك في طول ديال الحياه ديالك، هو انه واخا زعما تقول ديك السبه ديال القرايه ولا هذا، انك باش تبغي تبوستي لي في شي تخاوي ولا شي حاجه، هذا يقول لك اعطيني لاتيستاسيون بلي انك تجدتي في التجنيد الاجباري. وانا كنشوفوا ديال التشعويد اللي ولا عندنا في هذه البلاد، هذه القتيله ولات بحال اللي مساكن اللي في مراكش همايا، الضحايا ديال اللي تقتلوا في هذه اليومين، هذه الحراقه ولا ولادنا كيموتوا هكاك مساكن على قله الخدمه، قله بزاف الحوايج، الدراري الشباب ولا كيموتوا بنات ولاد ولا كيموتوا مساكن هكاك. اللي ترسخ لي في عقلي، ولكن دابا ميم با يعني مده قصيره، يعني غير هذا الاسبوع هذا، هي ديال السائحتين اللي ماتوا مساكن الله يرحمهم. واخا ماشي مسلمين، ولكن حنايا كيبقاو بقاو فينا، حنايا كنتصفوا بالانسانيه وخاصنا ضروري نتضامنوا معاهم، وتنقولوا لهذوك اللي قتلوهم اللي ما كيتصفوش بالانسانيه حتى هما وما عندهمش، ما عرفتش نقول لك زعما حرام نقول عليهم، حتى مسلمين الله ياخذ فيهم الحق، وكنتمنى ياخذوا عقاب ديالهم. بالنسبه للاحداث اللي ترسخوا ليا في الدماغ ديالي، القضيه بركان، كنفضل الانسان بلا ما يمشي عند الراقي يرقي راسه براسه، الا كان حافظ الايه الكريمه علاش غادي يمشي عند الراقي؟ ما احسن يرقي راسه. انا اللي كنت ضد مع دوك الصائد الشوافات اللي تسمى كان كيصورهم، كنت ضد باش يصور يشوه العائلات حيت فرق بزاف ديال العائلات، ولكن مزيان ملي دار عرفنا بعدا شنو كاين، وخا ما شفناش شي نتيجه زوينه، المهم بعدا الناس وعاو عرفوا شنو كيوقع للناس. على هذا الحدث ديال التجافي ومش عجبنا، زوين كي المهم كيقصر الوقت وشحال من حاجه، كتستغل الوقت ما تبقاش الوقت عندك بدل ضائع، اختصر. بالنسبه للحدث الثاني لكاس المغرب، بما انه ما جابوش المهم شرفوا البلاد وهزوا بلادهم، المهم وصلوا حتى الاخر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.